إرثه يتراوح بين فرضين اثنين لا ثالث لهما. إذا توفرت شروط كل فرض منها استحق هذا الفرض. الفرض الأوفر والأكثر حظا للزوج هو إذا ماتت الزوجة، إذا ماتت الزوجة وليس لها أولاد، لا ذكور ولا إناث، لا من هذا الزوج الموجود على قيد الحياة بعد وفاتها ولا من زوج آخر، فإن الزوج يستحق نصف تركة زوجته، نصف تركة زوجته. يبقى الشرط الرئيسي عدم وجود أولاد لا ذكور ولا إناث لهذه الزوجة التي ماتت وتركت زوجها على قيد الحياة، فإنه يستحق الإرث، وذلك لأن الأولاد كانوا أولى بالرعاية لو كانوا موجودين، فما داموا غير موجودين فيستحق الزوج نصف التركة. يدل على ذلك قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يعني للرجال أي الزوج نصف تركة زوجته إذا ماتت وليس لها أولاد، لا منه ولا من غيره، لا ذكورا ولا إناثا. أما الحالة الثانية من الفرض، وهي إذا وجد للزوجة عند وفاتها أولاد، سواء من هذا الزوج الموجود على قيد الحياة أو من زوج آخر كانت قد طلقت منه أو مات في حياتها وتزوجت بهذا الزوج الذي هو واحد من ورثتها، فيستحق الزوج ربع التركة. يعني وجود الأولاد للزوجة ينزل نصيب أو فرض الزوج من النصف إلى الربع، وذلك تصديقا لقول الله تعالى استكمالا للآية السابقة: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد، أي فإن كان للزوجات ولد، والولد هنا مطلق يشمل الذكر والأنثى ويشمل ما هو من هذا الرجل أو من غيره، فلكم الربع مما تركن. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، أي يكون للأزواج للزوج ربع تركة زوجته. يبقى نحن هنا أمام فرضين يتراوح بين النصف في الحالة المثلى وبين الربع إذا تخلف شرط من شروط تحقق ميراث النصف. بالنسبة للزوجة، الزوجة أيضا لو كان الزوج هو الذي مات وترك زوجته إما على خلال الحياة الزوجية أو في فترة عدة الطلاق الرجعي، فإنه إذا كان الزوج عند وفاته ليس له أولاد لا من زوجته هذه التي هي موجودة وتستحق الإرث منه ولا من غيرها، يعني عموم الأولاد سواء من هذه الزوجة أو من غيرها، فإن الزوجة ترث ربع تركة الزوج، ربع تركة الزوج. يبقى شرط استحقاق الزوجة لربع تركة الزوج ألا يكون له عند وفاته أولاد لا من هذه الزوجة ولا من غيرها، وذلك تصديقا لقول الله تعالى: ولهن، أي للزوجات، الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. يعني الربع نصيب الزوجة الواحدة أو الزوجات المتعددات يشتركن فيه بالتساوي على عدد الرؤوس، لو كانوا زوجتين يشتركن في الربع، لو كانوا ثلاثة يشتركن في الربع، بشرط عدم وجود أولاد لهذا الزوج الميت. فإذا حدث ووجد وكان لهذا الزوج أولاد سواء من هذه الزوجة أو من غيرها، فإن الزوجة ينزل نصيبها من الربع إلى السمن، السمن 1/8 من التركة، وذلك تصديقا لقول الله تعالى استكمالا للآية السابقة: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد، فإن كان أي للأزواج الذي مات الزوج وترك الزوجة أو الزوجات، فلهن السمن مما تركتم، أي والتعبير القرآني المعجز والبالغ الدقة عبر بلهن، لأن في إمكانية لأن يموت الرجل وتحت ذمته أكثر من زوجة، فيكون له زوجة أو زوجتين أو ثلاثة. في هذه الحالة فإن النصيب أو الفرض يقسم على عدد الرؤوس، لو كانت زوجة واحدة تنفرد به
وإلا فيقسم على عدد الرؤوس. إذن للزوج فرضان النصف والربع، وللزوجة فرضان الربع والربع والثمن. يبقى دولت الحالتين اللي هم خاصين بميراث الزوج والزوجة. إذا نضم إلى الأربع حالات السابقة في المحاضرات السابقة حالتين الزوج والزوجة، يبقى كده ستة من أصحاب الفروض اللي عددهم 12. ثم يأتي بعد ذلك ميراث جديد وفرض جديد، وهو ميراث الإخوة من الأم، أو الذين نطلق عليهم الإخوة لأم. أولا، من هو الأخ لأم؟ الأخ لأم هو الذي أشترك معه في أمي فقط، ولكنه لا يشترك معي في الأب. وتحقق هذه الصورة لو كانت امرأة قد تزوجت برجل وأنجبت منه أولاد، ثم طلقت منه أو مات هذا الزوج فتزوجت برجل آخر أنجبت منه أولاد. إذن لها مجموعتين من الأولاد، أولاد من زوج وأولاد من زوج آخر. الأولاد من الزوج الواحد يسموا أشقاء لأنه بيشتركوا في الأب والأم. في هذه الصورة الأولاد اللي جابتهم الأم إلى بيت الزوجية الجديد هيعدوا بالنسبة لعلاقتهم بالأولاد اللي أنجبتهم من الزوج الثاني إخوة، ولكن وجه الاشتراك بينهم هو الأم، لأن الزوج الجديد ليس أباهم، وإنما أباهم هو الزوج الأول الذي مات أو طلق أمهم، فدول اسمهم الإخوة لأم. القاعدة أن هؤلاء الإخوة لأم لو نظرنا وقلنا هل هم من العصبات، فتكون الإجابة بلا، لأن العصبة شرطها أن يكون العاصب ذكرا علاقته بالميت مباشرة كما ذكرنا قبل ذلك، أو أن هناك لا يتوسط بينه وبين الميت أو الإنسان أنثى. فعلاقة الإخوة لأم بالإخوة الآخرين الواسطة فيها هي الأم، فكان المفروض أن يكونوا من ذوي الأرحام، لكن الله سبحانه وتعالى أراد تكريم الأم في صورة أبنائها الذين أتت بهم من رجل آخر، وأراد أن يطمئنها وأنه لا ضير ولا حرج ولا خوف عليهم، فحماهم الله سبحانه وتعالى وخصهم بفرض مستقل. هذا الفرض هو حماية لهم احتراما لهذه الأم، الذي يتسق ذلك مع قواعد الإسلام في احترام الأم وتوقيرها والأحاديث الكثيرة التي وردت في شأنها. فالتوازن في الأحكام الشرعية وأنه دين متوازن وعادل يقتضي عدم التناقض في أنها لا تكرم في مكان ولا يكرم أولادها في مكان آخر. فكانت حكمة المولى عز وجل أن جعل للإخوة لأم ميراثا بالفرض، وبالتالي فهم يتميزون في هذه الحالة عن كثير من باقي الإخوة. فالإخوة الأشقاء ربما يتعرضون للخطر في ميراثهم لأنهم من العصبات وليسوا من أصحاب الفروض، وكذلك الإخوة لأب فهم يحجبون بالإخوة الأشقاء، وكذلك أيضا قد لا يتبقى لهم شيء في إذا كانوا عصبة ولا يوجد إخوة أشقاء، ولكن الإخوة لأم حماهم الله بالفرض. ومعلوم أن أصحاب الفروض دائما يتقدمون في استحقاق إرثهم على العصبات وباقي الورثة. ما هو الفرض المقدر للإخوة لأم والذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بجزء من آية من آيات الميراث كرمهم وحدد نصيبهم الشرعي فيها؟ أولا، شروط إرث الإخوة لأم شروط أيضا بالغة الدقة، ذلك لأنه قد يقول البعض من الإخوة الأشقاء أو لأب نحن أقرب إلى الميت، وكيف يكرم الإخوة لأم ويرثون وأحيانا نحن لا نرث. فكانت حكمة الله أن الإخوة لأم لا يظهرون إلى ساحة الإرث إلا بعد تحقق شروط دقيقة ومهمة للغاية. أهم هذه الشروط ألا يكون للإنسان الميت الذي سيرث منه الإخوة لأم، يعني مات إنسان وترك إخوة لأم، ألا يكون له فرع وارث مطلقا، يعني ما يكونش عنده أولاد ولا أحفاد من الذكور، ولا له بنات ولا بنات ابن من الإناث. دول لو اتوجدوا يحجب الإخوة لأم مطلقا، يحجب الإخوة لأم ولا يرثون. يبقى إذن هناك عقبة، وهي عقبة ليست بالهينة،
لأنه لا توجد تركة إلا إذا وجد فيها في الغالب فرع من الفروع، إما الابن إما الحفيد، وإن نزل الحفيد الأول الحفيد الثاني، البنت بنت الابن. هذا هو القيد الأول. القيد الثاني ألا يكون للميت أصل مذكر، يعني ما يكونش لا أبوه ولا جده، أبو الأب موجودين حتى يرث الإخوة لأم، وهذه هي العقبة الثانية. يبقى لا أصل له ولا فرع، لا أصل له ولا فرع. في هذه الحالة تكون التركة ضعيفة، ولذلك سماها القرآن الكريم بالكلالة، والكلالة معناها الضعف، أي التركة غير المحاطة بالورثة. فإذا كانت التركة في هذه الصورة تسمى بالكلالة، وهذا نوع من الكلالة الشديدة، لأنه لا يوجد فيها أصل لا أب ولا جد وإن على، ولا فرع لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن. طبعا هذا أمر قد يكون شاق في تحققه، لأنه إذا لم يوجد الأبناء وجد الأب، إذا لم يوجد الأب وجد الجد، إذا لم يوجد الأبناء المباشرون وجد الأحفاد. فحتى نعثر على تركة لا يتواجد فيها هؤلاء، يأتي إرث الإخوة لأم، وهو إرث عزيز يعني إرث شاق، ولذلك لا يرثون إلا في حال التركة الضعيفة اللي احنا ممكن نسميها باللغة العامية المقطوعة، يعني لا أصل فيها ولا فرع. لذلك هنا في الحالة دي لو توفرت هذه الشروط لا تعنينا شروط أخرى، فوجود الإخوة الأشقاء أو لأب لا يؤثر على ميراث الإخوة لأم، وجود الأم نفسها لا يؤثر على ميراث الأم، لأن الإخوة لأم لأنهم ورثوا بسببها فكيف يحرمون بها، وإلا زالت الحكمة من هذا التشريع. كذلك الأعمام وأبناء الأعمام لا يؤثرون أبدا على الإخوة لأم. يبقى في الحالة دهية لو توفرت هذه الشروط، لو كان الإخوة لأم فرض واحد، يعني مات وترك أخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة، يبقى يستحق الواحد من الإخوة لأم سدس التركة، سدس التركة. طيب لو كانوا أكثر من واحد، يعني اتنين فأكثر، يشتركون في ثلث التركة، يعني نديلهم تلت التركة يقسم على عدد رؤوسهم بالتساوي. فإن كانوا اتنين يتقسم نصين، إن كانوا تلاتة يتقسم على تلت أجزاء، أربعة على أربع أجزاء، وهكذا ما دامت الشروط متحققة. لذلك ثبت هذا بالقرآن الكريم، وجاء في قول الله تعالى وإن كان رجل، يعني لو واحد مات، وإن كان رجل يورث كلالة، يعني التركة بتاعته كلالة كما قلت، أي تركة ضعيفة لا يوجد فيها أصل مذكر ولا فرع وارث مطلقا، فتسمى بالتركة الكلالة أي الضعيفة أي غير المحاطة بالورثة من كافة الجوانب، وله أخ، يعني أخ واحد أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. يعني الأخ الواحد له السدس، لو ما فيش غير أخت واحدة لأم لها السدس. طيب فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني إذا تعددوا وكانوا أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث. نتوقف قليلا عند هذه الآية ونبرز بعض الأحكام المستخلصة منها. كيف عرفنا أن الإخوة المقصودون في هذه الآية هم الإخوة لأم، كما في قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني الميت أخ أو أخت، يبقى في الحالة دهية التركة هتبقى كلالة. طب الأخ والأخت دول هنا مش مكتوب جنبهم في الآية، هل هم أشقاء أو لأب أو لأم؟ فكيف عرفنا أنهم إخوة لأم؟ عرفنا من الأدلة التالية. الدليل الأول أن هناك آية أخرى وردت في آخر سورة النساء، وهي الآية الثالثة من آيات الميراث، تحدثت عن ميراث باقي الإخوة، يعني الأشقاء أو لأب، إذن المتبقي هو الإخوة لأم، فإذن المذكورون في هذه الآية هم الإخوة لأم، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وإذا كانت الآية هذه نزلت أولا وجاءت الآية الثانية بعدها، فقد خصصت عموم الإخوة وجعلتهم الإخوة لأم فقط وليس أي إخوة. الأمر الثاني هو ما ورد في الآية بعد ذلك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء،
أي أن الإرث يكون بين الإخوة لأم لو كانوا متنوعين، يعني ذكورا مع إناث، فبنسموهم ورثة متنوعين أو مختلطين من حيث الذكورة والأنوثة. المفروض أن الذكر يعصب الأنثى في الميراث إذا كان مساويا له في الدرجة، لكن هنا الإرث لا يكون بالتعصيب، الولد مثل البنت، فالأخ لأم والأخت لأم شركاء، والشركة تقتضي التسوية. يعني نقول أنا شريك فلان، ما دمت قد أطلقت كلمة الشركة يبقى معناها مناصفة، له النص ولي النص، يبقى ما فيش تعصيب. ومعلوم أن ميراث باقي الإخوة من الأنواع الأخرى الأشقاء أو لأب يكون بالتعصيب. الذكر لو جاء بجوار الأنثى فيكون نصيب الذكر ضعف الأنثى، أي أن له سهمان ولا سهم واحد. إذن هاتين العلامتين بارزتين في أن المقصود بالإخوة هنا في هذه الآية هم الإخوة لأم. فلو أردنا أن نضرب مثلا عمليا لنرى مدى تحقق شروط الإرث، فقلنا مثلا أن إنسانا مات وترك ابن وزوجة وأخ لأم، وبقول لك قل لي هنا موقف هؤلاء الورثة من الميراث، هل كلهم يرثون أم منهم من يحجب وما هو نصيبه؟ منذ قليل أخذنا ميراث الزوجة وعرفنا أنه عند وجود ابن للميت يبقى بتنزل من الربع إلى الثمن، يبقى نصيب الزوجة هنا الثمن، تصديقا لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. طيب والأخ لأم، هل الأخ لأم هنا توافرت شروطه حتى يرث الفرض المقدر شرعا الذي قدره الله سبحانه وتعالى؟ الأخ لأم هنا عنده مشكلة أن التركة ليست كلالة، وهو وجود فرع للميت وهو الابن، والابن ده أقوى الفروع، فما دام الابن ده موجود تبقى التركة مش كلالة، يبقى الأخ لأم محجوب من الميراث، لم تتوافر له الشروط، لم تتوافر له الشروط. والابن ده عاصب فهياخد الباقي كله، يعني سبع أثمان التركة بالتعصيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب مثال تاني، لو قلنا إن الميت سايب زوجة وسايب أم وسايب أخ لأم وسايب أب، وقلنا من يرث ومن لا يرث وما نصيبه من التركة، هنجد ان الزوجة هنا لا توجد امامها عقبات في ان تحصل على ربع التركة، لانه لا يوجد للميت فرع وارث لا مذكر ولا مؤنث، فيكون نصيبها هو النصيب الاعلى وهو الربع، لقول الله تعالى فان كان لكم ولد ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. طيب هنيجي للام، الأم هنا احنا خدنا قبل كده انها بتورث يا التلت يا السدس يا تلت الباقي بعد نصيب احد الزوجين. في المسألة ديت هل يا ترى الأم هيبقى نصيبها ايه في هذه الحالة؟ هنجد ان الأخ الأم ده اولا لن يرث لوجود عقبة من العقبات، وهي أن التركة ليست كلالة لوجود واحد من الأصول المذكرة اللي هو الأب أو الجد. ما دام الأب موجود يبقى الأخ الأم محجوب بالأب، لأن يعني احنا قلنا الكلالة هي أن تخلو التركة من الأصل المذكر والفرع الوارث مطلقا، محجوب بالأب ده الأخ الأم. طيب فضل معانا الأم والأب والزوجة، هي دي بقى المسألة اللي احنا خدناها في المحاضرة الرابعة، وهي المسألة العمرية، لأن الأم هنا المفروض بتاخد تلت التركة، لأن مفيش فرع وارث ولا عدد من الإخوة، ولو خدت تلت التركة الأب نصيبه هيتأثر ويكون قريب من نصيب الأم، فقلنا إن الزوجة بتاخد ربع التركة وتنصرف، وتاخذ الأم تلت الباقي بعد نصيب الزوجة، اللي هي المسألة العمرية، وبعد ما تاخد تلت الباقي الأب ياخد الباقي عصبة.
ويكون بذلك قد أخذ ضعف نصيب الأم. يبقى هنا المثالين اللي أنا جبتهم دول لا يرث الأخ لأم لأنه العقبة قائمة وهي وجود الكلالة. طب لو خدنا مثال بقى تتوفر له شروط الإرث، فقلنا مات إنسان وترك زوجة، مات عن زوجة وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، فالأخ لأم هنا لو نظرنا إليه سنرى. أما إذا كانت هناك عقبات تحول دون إرثه أم لا، الزوجة أولا بتاخد الفرض الأكبر للزوجة وهو الربع لعدم وجود فرع وارث مطلقا للزوج، ليس هناك أولاد لا منها ولا من غيرها، فتأخذ الربع تصديقا لقول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هنيجي نشوف الأخ لأب، هنجد أنه في أخ أقوى منه وهو الأخ الشقيق، وفي العصبات الأخ الأقوى قرابة، يعني اللي بيدلي للميت بالذكر والأنثى أقوى من اللي بيدلي للميت بالأب فقط، فالأخ لأب يحجب بالأخ الشقيق. طيب عندنا الأخ الأم، هل الأخ الأم هناك عقبات أمام إرثه وهو ما سميناه بالكلالة؟ هل يوجد أصل مذكر في أب أو جد؟ لا. طيب هل في فروع وارثة للميت أبناء أو بنات أو أحفاد أو بنت ابن اللي هي الحفيدة وإن نزلوا؟ برضو لا. إذن التركة كلالة، أي التركة ضعيفة ليس فيها أصول ولا فروع، يبقى هو واحد بس، يبقى يستحق السدس فرضا، يبقى هنا بياخد السدس فرضا تصديقا لقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. طيب يفضل معانا الأخ الشقيق. الأخ الشقيق ده ليس صاحب فرض وإنما عاصب ولا يوجد أحد يحجبه، إذن العاصب يأخذ الباقي تعصيبا، كل الباقي تعصيبا، فربع للزوجة سدس للأخ الأم، الأخ الشقيق خد الباقي تعصيبا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب لو إن عندنا مثال آخر في زوجة وأم وأختين لأم وعم، وإحنا عارفين كما كنا قبل ذلك أن الورثة ينسبون للميت ولا ينسبون لبعضهم، فلو قلت أم يعني أم الميت، زوجة يعني زوجة الميت، عم يعني عم الميت، مش عم حد تاني من الورثة، لا كل الورثة ينسبون للميت، ومن الخطأ أن ننسبهم لبعضهم، يعني التركة تركة الميت ودولت منسوبين إليه. لو نظرنا إلى هؤلاء فقلنا ما هو نصيب الزوجة؟ الزوجة هنشوف إنه الحظ الأوفر لها وهو الربع يمكن تحققه لعدم وجود فرع وارث لا مذكر ولا مؤنث، يعني ما فيش أولاد لا للميت ولا من زوجته ولا من غيرها. طيب الأم هنا احنا عارفين انها بتاخد يا التلت يا السدس، بس انت بتاخد التلت لو ما فيش فرع وارث، وفعلا ما فيش فرع وارث، لكن الشرط الثاني عدم وجود عدد من الإخوة للميت، واحنا عندنا عدد من الإخوة هو الأختين لأم دولت اتنين هم، فدول بينزلوا الأم من التلت إلى السدس، يعني هي نزلت للسدس لوجود عدد من الإخوة. وهنا ننظر بإعجاب شديد إلى دور الأم، يعني كانت الأم السبب في ميراث الإخوة لأم، في أن الله كرمهم بالفرض محبة في الأم، ومرة ثانية تضحي، فيقوم نفس هؤلاء الذين كرموا بسبب الأم بتنزيل نصيب الأم من التلت إلى السدس وهي راضية، لأن أولادها اللي جابتهم من رجل آخر يكرموا، فكأن التكريم لها ولا تحزن على هذا النقصان، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى والفلسفة القائمة في نظام الميراث. لو جينا بقى بصينا للأختين لأم، هم هنا عدد، يعني مش واحد بس، احنا قلنا الواحد من الإخوة بياخد السدس، الأكثر لو كانوا اتنين فأكثر بياخدهم التلت، يبقى الأختين لأم هنا شركاء في الثلث، شركاء
في الثلث، يعني تلت الترك هيتقسم شريحتين لكل واحدة منهم شريحة. طيب والباقي بعد كده بقى، يبقى العم ده هو أقوى عاصب لدينا في المسألة، لا يوجد ذكر عاصب ليس بصاحب فرض أقوى منه، فيأخذ الباقي تعصيبا. يبقى ربع للزوجة، سدس للأم، الأختين لأم شركاء في الثلث، لأن ربنا قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، العم ياخد الباقي تعصيبا. طيب ده بالنسبة لميراث الإخوة لأم. لو جينا بصينا للميراث التالي بعد ذلك، وهو ميراث الأخوات، الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب، إيه هو ميراث الأخوات؟ أولا احنا عارفين ان جهة الأخوة معظمها يرث بالتعصيب وليس له فرض، وهم الذكور من هذه الجهة، فالأخ لأب عاصب، الأخ الشقيق عاصب، أبناء الإخوة لأب وأبناء الإخوة الشقيق أيضا رجال يرثون بالتعصيب. لكن بالنسبة للأخوات، نظرا لأنهم نساء وعلاقتهم بالميت برضو علاقة جديرة، أخت الميت لها مكانتها، فجعل لها الشرع فرضا مقدرا، يعني نصيب محدد سواء للأخت الشقيقة أو للأخت لأب، وذكر هذا النصيب في القرآن الكريم، فأصبح فرضا معلوما مقدرا. طيب ولكن نظرا لأن هناك أقارب للميت يكونون أقرب إليه من الأخت، يعني لو تسألنا وقلنا من الأقرب للميت، هل الأخت ولا البنت؟ لا البنت طبعا، حتى حفيدته بنت الابن أقرب إلى الميت من الأخت. طيب اللي يبقى إذن الأخت سيكون لها فرض، ولكن أيضا لن تحصل عليه إلا إذا توافرت شروط معينة تكون فيها الأخت كما نقول في اللغة أو في المثال العامي ظهرت على سطح الميراث، يعني ما هيش مختفية، هي بارزة لأن ما فيش حد أقوى منها. في الحالة دي نبدأ نفكر نديلها إيه، لكن إذا وجدت العقبات لن ترث. طيب عندنا أخت شقيقة وعندنا أخت الأب، طبعا الأخت الشقيقة أقرب إلى الميت من الأخت الأب، أو أقوى قرابة للميت من الأخت الأب. لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة تشترك معه في الأب والأم، نفس الأب والأم، أما الأخت الأب فلا تشترك معه إلا في الأب. ولكن هذا لا يمنع أنه بيكملوا بعض، زي ما اتكلمنا في ميراث البنت وبنت الابن، أيضا هنا فصيلة وهي فصيلة الأخوات بيكملوا بعض، الأخت الشقيقة والأخت الأب. طيب خلونا نتكلم على الأخت الشقيقة الأول، ونشوف إيه الشروط المطلوبة لكي ترث الأخت الشقيقة، وكذلك أيضا ستنطبق على الأخت الأب، هي أن التركة يجب أن تكون أيضا تركة فيها كلالة، يعني مثل ما قلنا في الإخوة لأم مع اختلاف بسيط. ذلك أدى الأخت الشقيقة أو الأخت الأب لا ترثان في وجود الأب، يبقى أول حاجة عدم وجود الأب، وده حتى شرط عام في كل الإخوة، لأن إذا وجد الأب فلا ميراث لأي نوع من أنواع الإخوة، فهو يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم، وعلى عكس الجد ففيه تفاصيل سنذكرها فيما بعد. يبقى عدم وجود الأب. اثنين، عدم وجود الفرع المذكر فقط، يعني ألا يكون للميت الذي سترث منه الأخت الشقيقة وهو أخوها مثلا ابن وإن نزل، يعني ملوش لا ابن ولا حفيد مذكر، لا ابن ولا ابن ابن وإن نزلوا، حتى ولو للدرجة الثالثة أو الجيل الثالث أو الرابع. يبقى إذن مطلوب عدم وجود الأب أو الفرع المذكر. طب إيه الفرق بين الكلالة دي والكلالة اللي قلناها في الإخوة لأم؟ الكلالة اللي في الإخوة لأم أشد صعوبة، وهو بيسموها حتى بعض الفقهاء كلالة مغلظة، يعني مش عايزين لا الأب ولا الجد ولا الفروع مطلقا، لا ذكور ولا إناث، إنما هنا مش عايزين الأب فقط من الأصول ولا الذكور من الفروع. لكن يمكن أن ترث الأخت الشقيقة في وجود الجد،
ويمكن أن ترث في وجود الفرع المؤنث وهم البنات وبنات الابن، وده الفرق بين الكلالتين. طيب ما هي أحوال ميراث الأخت الشقيقة؟ إيه الفروض اللي ربنا عملها لها؟ لا تخرج الفروض المقدرة للأخت الشقيقة إذا توفرت الشروط عن الفروض التالية: واحد، وإحنا قلنا في وجه شبه كبير جدا بين الأخت وبين البنت، هو إن الأخت الشقيقة ترث نصف تركة الأخ الميت بس بشروط. يعني لو مات إنسان وترك أخت شقيقة بنديلها النص. طب إيه الشروط المطلوبة لكي تأخذ النصف؟ واحد، عدم وجود الأب طبعا اللي هو اللي بيحجبها. اتنين، عدم وجود الفرع المذكر اللي هو الابن وإن نزل. تلاتة، عدم وجود أخ مذكر للأخت الشقيقة من نفس درجاتها. يعني لو ان اللي ميت ده سايب اخت شقيقة واخ شقيق، ما تجيش الاخت الشقيقة تطلب الفرض الشرعي المقدر. ليه؟ لانها هتعصب، ونظام التعصيب يختلف عن نظام الفرض. الميراث فيه بنظام للذكر مستحضر الانثيين، اي ان للذكر ضعف نصيب الانثى، يبقى ما فيش حد يعصبها. طيب عدم وجود الفرع الوارث المؤنث، احنا قلنا الفرع الوارث المذكر بيحجبها، انما الفرع الوارث المؤنث هيخليها ما تورث بالفرض. ليه؟ لانه اولى واحق منها بالفرض. فلو في عندنا تركة بتتنازعها بنت واخت، نبدأ بمين الاول، بنت الميت ولا اخت الميت؟ لا، بنت الميت. طب بنت الميت خدت النص، وده نصيبها زي ما خدنا في المحاضرة الاولى. هنيجي نشوف الاخت شقيقة تقول انا عايزة كمان النص، لان انا ليا فرض مقدر لما اكون اخت واحدة النص. لا لا خلاص، ما هو النص خدته البنت. يبقى اذا عدم وجود البنت اللي بتنافسها في هذا الفرض، لا البنت ولا من يحل محلها اللي هي بنت الابن. يبقى عدم وجود بنت ولا بنت ابن. ومن باب اولى عدم وجود عدد، لان لو في بنتين نفس المشكلة، لو في بنتين ابن نفس المشكلة. يبقى عدم وجود فرع وارث مؤنث، عدم وجود الاخ الشقيق اللي يحولها للتعصيب، عدم وجود من يحجبها وهو الاب والايه الفرع المذكر. طيب تاخد ايه بقى؟ الحالة الاولى بتورث النص، اي نصف التركة. يتطلب ارثها للنصف ايضا ان تكون اختا وحيدة منفردة. ما توترك اخت شقيقة واحدة، لان لو كانوا اكتر من واحدة هيتغير الفرض. يبقى شوفوا الشروط كتيرة ازاي. يبقى معناها ان ارث الاخت الشقيقة برضو ارث صعب، علشان نوصل له وتطفو هي على السطح لكي ترث، لابد من ازالة كل هذه العقبات او كونها غير موجودة. ودي ارادة المولى عز وجل، في انه عندما يريد لواحد من الورثة لصلاحه او لحاجته او لاستحقاقه، يهيئ من البداية الامر لكي تكون التركة مناسبة لإرث هذا. فلا نجد في التركة اب ولا ابن ولا بنات ولا كذا، يبقى الاخت هنا مكرمة بالظهور. لو الامور لا تتطلب ذلك هتبقى العقبات دي امامها، فلن ترث كما جاء في الفروض الشرعية. طيب ايه دليل ميراث الاخت الشقيقة للنصف؟ قول الله تعالى في اخر آية من ايات سورة النساء، وهي الآية الثالثة من آيات الميراث، قول الله تعالى: يستفتونك، يعني يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له يسألونك، يعني يستفتونك يعني بيسألوك. كلهم يا محمد قل الله يفتيكم في الكلالة. هنا في كلالة في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة الأب زي ما أنا قلت لكم، بس كلالة مختلفة عن كلالة الإخوة الأم. إن امرؤ هلك، يعني لو واحد مات ليس له ولد، اهو الكلالة مفيش فرع مذكر، وله اخت، واخت يعني اخت واحدة، فلها نصف ما ترك. يبقى الدليل اهو، وله اخت فلها نصف ما ترك.
امتى؟ بالشروط اللي فاتت، التركه كلاله يعني ما فيش فيها لا اب ولا ابن، والبنت الاخت واحده ما فيش غيرها، وما فيش فرع وارث لان كلمه ولد تشمل الذكر والانثى. يبقى في الحاله دهيت لو احنا قلنا مثال مثلا مات انسان وترك اخت شقيقه وترك عمه، فهنيجي نلاقي الاخت الشقيقه هنا هل توفرت لها شروط الارث وهي منفردة وهي أنها تحصل على النصف؟ نعم تحصل على النصف. كيف ذلك؟ لأنه مفيش التركة هنا كلالة من النوع المطلوب للإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فلا يوجد أب ولا يوجد فرع مذكر، كمان في انفراد هي واحدة، كمان فيش بنات ولا بنات ابن، كمان مفيش أخ شقيق يعصبها، يبقى تاخد النصف فرضاً. ايه الدليل؟ قوله تعالى بنت انصستين، لان ده قرآن كريم، وله اخت فلها نصف ما ترك، اي ما ترك هذا الاخ اللي مات وساب اخته. طب العم بقى، العم ليس بصاحب فرض ولكنه عاصب، وارث العاصب يأخذ ما تبقى من التركة، يبقى الاخت خارت النصف وهو هياخد الباقي، وطبعا هيطلع مقداره النصف، ودي إرادة ربنا. رغم أن العم وارث ضعيف لكن لا يوجد من ينافسه من رجال أقوياء، فاستحق باقي التركة وهو النصف، وهذا هو فضل الله يعطيه من يشاء. طيب إيه بقى الفرض الثاني اللي بتاخده الأخت الشقيقة غير النص؟ لو قلنا نفس الشروط كلها اللي قلناها في الحالة ديت وأضفنا لها قيد جديد، وهو إن الأخت مش واحدة، مش وحيدة، مش منفردة، يوجد عدد اتنين فأكثر من الأخوات الشقيقات، ولكن توافرت كل الشروط وانتفت كل القيود، فلا يوجد أب ولا فرع مذكر ولا بنت ولا بنت ابن ولا أخ شقيق يعصبهم، الاتنين فأكثر يستحقهم فرض التلتين الثلثان. نعمل فيه ايه؟ يقسم على الاخوات الشقيقات بالتساوي حسب عدد الرؤوس، ان كانوا اتنين التلتين يبقوا مشارحتين كل واحدة تلت، ان كانوا تلاتة تلات شرايح، اربعة اربعة، وهكذا. يبقى هنا الفرض التاني هو التلتين عند التعدد، ونفس شروط الحالة الاولى، ونفس شروط الحالة الاولى. مثال ذلك لو ان عندي واحد مات وساب زوجة وساب أختين شقيقتين أو أكثر، وساب ابن عمه، هنقول الزوجة هنا بتاخد الربع. ليه؟ لعدم وجود من ينزلها عن الربع إلى التمن، وهم الفروع المذكرة أو المؤنثة، أبناء الزوج منها أو من غيرها. الأختين الشقيقتين ياخدوا من التلتين. طب ليه خدوا التلتين؟ أولا لأن هم في حال التعدد، اتنين توافرت لهم كل الشروط، لا يوجد لا أب ولا ابن ولا بنت ولا بنت ابن ولا أخ مذكر يعصبهم، فيستحقوا التلتين. طيب الابن العم عاصب بياخد الباقي، إن بقي شيء أخذه، وإذا لم يبقى، وفي هذه المسألة أن يتبقى شيء فلن يكون له شيء، لأن العاصب في مهب الريح، إن بقي شيء أخذه، وإن لم يبقى شيء فلا شيء له، وقد يأخذ كل التركة إذا لم يوجد غيره. ما دليل ميراث الأختين فأكثر لتلتين التركة بتاعة أخوهم؟ قول الله تعالى استكمالا للآية السابقة، فإن كانت اثنتان، فإن كانتا، أدي ألف الاتنين أهي، من هم اللي كانتا دول؟ الآية بادئة بالأخوات، وله أخت، يبقى فإن كانت الأخوات اتنين فأكثر، فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك، بيستحقهم التلتين، يتقسم عليهم حسب عدد الرؤوس. يبقى ده دليل الحالة التانية من حالات ميراث الأخت إيه؟ الشقيقة. طيب في حاجة تانية بتورثها الأخت الشقيقة بالفرض غير النص عند الانفراد
والتلتين عند التعدد؟ قالوا لا، هننتقل لنظام تاني للميراث بيورثوا فيه بس بطريق آخر. هنا بيورثوا بطريق الفرض المقدر المحدد، يعني بيورثوا قبل أصحاب الفروض ونصيبهم معين من عند الله وليس نصيبا مجهلا. إنما النظام الثاني هو نظام الإرث بالتعصيب. يعني إيه نظام الإرث بالتعصيب ومتى يكون؟ إحنا قلنا قبل كده من ضمن القيود اللي قلنا مطلوبة لكي ترث الأخوات بالفرض عدم وجود أخ شقيق مذكر، عدم وجود أخ شقيق مذكر يعصبهم. طب لو اتواجد بقى ما هوش هيحجبهم لأن مساوي ليهم أخت شقيقة وأخ شقيق، لكن هيحرمها من الإرث بالفرض لأن وجود العاصب يغير نظامها في الميراث من نظام الإرث بالفرض إلى نظام الإرث بالتعصيب. هيعمل إيه؟ هنحطها جنبه ونخليهم آخر ناس يورثوا في المسألة. بعد ما ندي لأصحاب الفروض حصصهم نيجي نقول عندنا عصابات، أيوة، مكونة من مين؟ من أخ وأخت. دي بيسموها العصبة بالغير. يعني ايه العصبة بالغير؟ البنت دي كان اصلها بتورث، الاخت شقيقة بتورث بالفرض، وده نفس الكلام اللي قلناه في البنت والابن. لما كانت بتورث بالفرض وملهاش اخ مذكر ارثها بالفرض محدد شريحة مقدرة وبتورث الاول. لما جالها اخوها الشقيق قال لها انا عارف ان انت صاحبة فرض، لكن بدم انا موجود ما ينفعش تورثي انت الفرض وتستحوذ على نصيب اكبر وانا ارث ما تبقى وقد لا يتبقى شيء، فهيا نلتحم معا لنشكل عصبة اندماجية مكونة من ذكر وانثى بنسبة 2:1 للولد قد البنت مرتين. يبقى غير نظامها من نظام الارث بالفرض الى نظام الارث بالتعصيب. طيب هي من الاصل هل كانت عصبة؟ لا، كانت صاحبة فرض، ولذلك سمينا العصبة دي عصبة بالغير. ليه؟ لان الغير هو اللي خلاها بقى اسمها عصبة فسميت عصبة بالغير. وهذه النوعية من العصبات لابد ان تتشكل من النوعين من الجنس البشري الذكور والاناث، لازم يبقى فيها ذكور يعصبوا اناث، لكن ما ينفعش يبقى كلها ذكور ولا كلها اناث، لان لو كلها ذكور هتبقى عصبة بالنفس اللي احنا قلناها قبل كده، زي عصبة الابن. الابن ده اسمه عاصب بس عاصب بنفسه، مولود عاصب، الاخ عاصب مولود عاصب، انما الاخت الشقيقة ما بقتش عصبة الا لما جه جنبها الاخ الشقيق. يبقى اذا وجد اخ شقيق واحد او اكثر مع اخت شقيقة واحدة او اكثر في مسألة ميراث وتوافرت لهم، لا ننسى شروط الإرث وانتفت القيود، يعني ما فيش أب، لأن لو الأب موجود هيحجب كل الإخوة ذكور وإناث، لو الابن موجود هيحجب كل الإخوة، يبقى في الحالة دهيت هيورث معاها الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. طب دليل هذه الحالة إيه؟ من القرآن الكريم، ما جاء في آخر الآية الأخيرة من سورة النساء وصف هذه الصورة تماما، بعد ما ربنا حدد فرض الأخت الوحيدة والتعدد قال قول الله تعالى وإن كانوا، أي الإخوة، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني نظام الإرث بالتعصيب. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ربنا بيوضح لكم عشان ما تغلطوش وتخطئوا في نظام الميراث. مثال ذلك لو ان انا عندي مثلا مسألة فيها واحدة ماتت وسابت زوجها وسابت امها وسابت اتنين اخوة اشقاء زائد اتنين اختين شقيقتين. في الحالة دي يا سادة الزوج مفيش فرع وارث للزوجة، فهياخد اعلى نصيب له وهو النصف، هياخد النصف. طيب الام
هتنزل من الثلث للسدس لوجود عدد من الاخوه، لان احنا قلنا لو في اكثر من اخ اثنين فاكثر، مصداقا لقول الله تعالى فان كان له اخوه فالامي السدس، هتاخد السدس سدس التركه. طيب معانا بقى اثنين اخوه اشقاء رجاله واثنين اختين شقيقتين اناث، هل الاختين الشقيقتين يقولوا ناخد التلتين لاننا من اصحاب الفروض؟ لا. ليه؟ الانتفاء شرطه هو عدم وجود الاخ المذكر اللي بيحولكم الى نظام التعصيب. امال نعمل ايه بقى؟ الباقي بعد ما خرج من اصحاب الفروض هنعمل شرطه كامله كده تحت كل الاخوه، الباقي تعصيبا للذكري مثل حظ الانثيين. الولد بياخد سهمين والبنت سهم واحد. فهنقول هنا الدليل قول الله تعالى بنتا صستين وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. طيب يبقى هنا لو عايزين نقول مجموع سهام الاخوه والاخوات دول، الإخوة الأشقاء كل واحد له سهمين لأنه بياخد قد البنت الواحدة مرتين، 2+2، والأختين كل واحدة لها سهم 1+1، يبقى كأن سهام اللي فاضلة اللي هم بعد النص والسدس تلت التركة هيتقسم 6 شرايح، للولد شريحتين وللبنت شريحة واحدة. طيب باقي معانا حالة أخيرة في ميراث الأخت الشقيقة نختم بها موضوع اليوم، وهو نظام تعصيب استثنائي تختص به الأخت الشقيقة والأخت لأب، وهو نوع من العصبات النادرة، لأن احنا عندنا العصبات يا عصبة بالنفس زي الابن، يا عصبة بالغير زي الأخت الشقيقة والأخ الشقيق أو الابن والبنت. هنا بقى في حالة، ماذا لو وجد الفرع الوارث المؤنث مع الأخت الشقيقة في مسألة واحدة، فتجد الأخت الشقيقة أن البنت قد حصلت على المقدار الذي كانت تطمع أن تحصل عليه، فقد سبقتها بقوتها البنت وخدته، فتظل الأخت الشقيقة لا هي بالمحجوبة ما حدش منعها لأن ما فيش عقبات، ولا هي بالوارثة، فماذا نصنع؟ عرضت هذه الحالة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان احنا هندي للبنت الاول نصيبها وبعدين الباقي تاخده الاخت الشقيقة. فسألنا وقلنا كيف تأخذ الاخت الشقيقة الباقي، انها ليست ذكرا، انها ليست عصبة بنفسها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سافتراضا ومجازا ستكون الاخت الشقيقة او الاخت الاب في قوة شقيقها المذكر، فكأنها اخ شقيق مجازا، هي انثى حقيقة ولكنها ذكر اعتبارا حتى نورثها، فتأخذ ما يتبقى بعد اصحاب الفروض تعصيبا. يعني مثال ذلك لو ان عندنا بنتين واخت شقيقة، هنقول ان البنتين بياخدوا التلتين لان مفيش ما يحول دون ذلك، مفيش ولد يعصبهم. طب الاخت الشقيقه تيجي تقول انا عايزه نص، نجيبه منين؟ ما هو التلتين راحوا في التركه. طيب ما عادش ليكي فرض النص. طيب انا ما ماليش ميراث؟ لا ليكي ميراث. عرضت الحاله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان رجلا مات وترك بنت وبنت ابن واخت شقيقه، فقال عليه الصلاه والسلام اعطوا للبنت النصف ولبنت الابن السدس ها وللاخت الشقيقه ما تبقى. يبقى كأنه قال دي هتعتبر عصبة اعتبارية، والعصبة دي بيسموها العصبة مع الغير لأن كلها نساء بنات أو بنات ابن مع أخوات شقيقات أو أخوات لأب، يبقى مفيش ذكور، مفيش تعصيب بالغير، وإنما بمجرد معية الأخوات للبنات ووجودهم مع بعض تتحول الأخت الشقيقة إلى قوة الأخ الشقيق، كأن هي اسمها سعاد كأن اسمها سعيد أخوها بالظبط. طيب هل تأخذ كل صلاحياته؟ نعم، كل من كان يحجبه أخوها تقوم بحجبه. ولذلك يرد على من يقولون بضعف المرأة في الميراث الإسلامي بهذه الحالة
وهو أن الأنثى أحيانا في العصبة مع الغير تحجب سبعة من الرجال الأشداء، وبالتالي فهي صاحبة مقام وقوة ليس كما يدعي الآخرون. إذن هذه هي الحالة، ويجب أن لا ننسى القواعد العامة. إذا كانت الأخت الشقيقة وهي عصبة مع الغير يوجد عقبة أمامها تحجبها، كان وجد في المسألة أب يبقى مفيش حالة عصبة مع الغير، لأن الأب يحجب الأخت الشقيقة طبيعي. طب لو اتوجد معاها أخ شقيق هيبقى عصبة بالغير، وما نحناش في حاجة العصبة مع الغير لأن في حلول لإرثها. إنما إمتى نلجأ للعصبة مع الغير؟ عندما لا تكون هناك حلول لإرث الأخت الشقيقة، وهي أحيانا لا تبقى لها شيء لأنها أصبحت عصبة كالرجال. هذا هو ما انتهينا إليه في هذا اللقاء، ونستكمل.